أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم وفي حلقة جديدة من برنامج شبابنا يقدر. معاكم عمر آدم، وزي ما عودناكم حلقة جديدة وحلقة مختلفة، وكل الضيوف مختلفين عن الحلقات اللي قبلها. النهاردة ضيوفنا بقى بيتكلموا عن عالم اليوتيوب، بس بنظرة مختلفة وبرؤية مختلفة وبفكرة وهدف مختلف من وجهة نظرهم. وبرضو هيكون معانا ضيفة في الحلقة موديل ميك اب تعمل فيديوهات تيك توك. هنتكلم برضو عن عالم ومجال التيك توك، وهنعرف الناس كلها بتقول عليه مجال سلبيات ومجال ومجال ومجال، وكل الناس بتزم في مجال التيك توك او في برنامج تيك توك اللي بيتعمل بيه فيديوهات. هنتكلم في كل ده في الحلقه، وهيكون معانا ضيوف النهارده دمهم خفيف جدا، وهيكونوا منوريني في الاستوديو. معانا اول ضيف اليوتيوبر ستار نادر الكميلي، ومعانا في الضيف الثاني احمد يونس يوتيوبر وصانع محتوى كوميدي، ومعانا ضيفه البرنامج الموديل ميك اب سهيله احمد الشهيره بسولي. هنتعرف بيهم وهنبدا معاهم الحلقه بتاعتنا النهارده، وهنعرف منهم ايه السلبيات وايه الايجابيات اللي في المجال، وازاي بيتعاملوا مع الانتقادات السلبيه اللي دايما بتهاجمهم ودايما بتواجههم في كل المجالات دي، وازاي بتحبطهم، وازاي بتخلي في منهم ناس ان هم يقدروا يبطلوا المجال ده، مع ان في منهم ناس حاصله على شهادات عليا وناس بتدرس كليات قمه وناس في منتهى التعليم وفي منتهى الرقي، بس هم بيعملوا حاجه هم بيحبوها من وجهه نظرهم. هم مش واخدين المجال ده ككارير او كشغل او كدراسه، لا، هم واخدين المجال ده حاجه هم بيحبوها، بيفرحوا لما بيعملوها وبيفرحوا الناس اللي بيتابعوهم. معانا النهارده في الاستوديو اليوتيوبر ستار زي ما قلت نادر الكميلي. صباح الفل يا نادر. صباح النور، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. معانا برضو اليوتيوبر احمد يونس. ازيك يا احمد يونس؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه؟ بتعمل ايه؟ كويس. سهيل احمد شهيره بسولي. نقول يا سهيله ولا نقول يا سولي؟ لا يا سولي. نقول سولي على طول. اخباركم ايه؟ كله تمام. 100 100. 100 100. طبعا انا عارف ان انتوا جايين النهارده عايزين تتكلموا بقى في حاجات كتيره، تتكلموا في سلبيات وتتكلموا في ايجابيات وتتكلموا في انتقادات، تتكلموا في حاجات انتوا بتواجهوها. يعني طبعا من الاخر جايين مليانين وعايزين تفضوا كل اللي جواكم هنا. طبعا عايزين نعرف الناس يعني. يعني احنا ان شاء الله باذن الله النهارده هنتناقش معانا الحلقه وهنتناقش فيها في كل حاجه، وهنقول يا عم نادر اللي انت عايز تقوله كله. انا عارف ان انت عايز تقول حاجات كتيره، انت احمد يونس وسولي برضه عايزه تتكلم في كل ده. بس قبل ما نبدا في نقاش حلقتنا النهارده هنطلع بينا نشوف تقرير ليك الاول، وبعد كده نرجع لك مره تانية. يلا بينا يا اعزائي المشاهدين نشوف تقرير عن اليوتيوبر ستار نادر الكوميلي، ونرجع لكم مره تانية. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وشفنا تقرير مبسط عن اليوتيوبر ستار نادر الكوميلي. جمعنا له فيديوهات، عدد مشاهدات الفيديوهات على اليوتيوب، وهنتكلم بقى مع نادر ونعرف منه ازاي قدر ان هو يجيب الفيديوهات دي، ازاي قدر ان هو يوصل لفكره الفيديوهات دي ويجيب 9 مليون 10 مليون، وصل ان هو في فيديوهات عنده جابت 30 مليون، عدد مشاهدات الفيديوهات كلها على اليوتيوب وصلت حوالي 70 مليون وكسور على ما اتذكر. تمام. قبل ما نرجع لنادر كوميلي ونكمل معاه نقاشنا ونتناقش في التقرير اللي شفناه عنه، هنطلع نشوف تقرير عن احمد يونس ونرجع لكم مره تانية. اعزائي المشاهدين، احنا انتوا طبعا شايفين ان احنا عمال نضحك ازاي. بجد بجد الفيديوهات بتاعت احمد يونس يا جماعه هي مش تفاهه، انا عايز بس اوصل لكم جزئيه. هو شخص بيفتح الكاميرا بيفضل يضحك قدام الكاميرا على حاجه معينه، رياكت على اصحابه ايا كان الحاجه اللي هو بيضحك عليها،
بينزل الفيديو ده. في ناس بتحب كده يعني. هو مش بيخش يقول لك انت لازم تتفرج عليا يعني. احمد يونس بيفتح الكاميرا بيصور فيديو بينزل فيديو، هو حاجه هو حاببها. كل واحد ليه مجال معين، انتوا فاهمين؟ فعشان خاطر بس انا عايز اسالكم سؤال، اللي هو انت ما تطلعش انا هسف وخلاص وانت مش عارف هو بيعمل ايه. يعني انت ما تعرفش فكره او هدف احمد يونس بيعمل ايه. انا جايبه من النهارده عشان طب انت يا نادر عامل مثلا ان انت بتقول لواحد من العربيه هات حاجه كله، بعد كده هو بيزقك فبترجع العربيه بتبوظ. ممكن واحد يقول لك ايه يا عم التفاهه اللي هو بيعملها، ايه الهلس اللي انت بتعمله ده. طب انت ما تعرفش فكره نادر ايه او ايه الحاجه اللي هو بيعملها. احمد يونس نفس النظام طالع بيعمل مثلا رياكت على بنات بتعمل ميوزيكلي، اولاد بيعملوا ميوزيكلي في الغرب. طب انت ما تعرفش هي الفكره ايه. فاحنا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو ده اللي احنا هنقوله، هنوصل الفكره ونعرف ايه الهدف من الفيديوهات وايه اللي هم بيعملوه. شفنا طبعا التقرير بتاع احمد يونس، ودلوقتي هنطلع بقى نشوف التقرير. هي بتعمل حاجات كتير جدا، موديل ميك اب وموديل تصوير وممثله صاعده، وبدات ان هي تمثل مسرح الفتره اللي فاتت، وبتعمل تيك توك. طبعا الناس هتسمع كلمه نعمل تيك توك دي، ايه اللي انت جايبه في الحلقه؟ عايزين نفهم ايه المحتوى. يلا بينا بقى نشوف سهيل احمد الشهيره بسولي ايه هي اللي بتعمله على التيك توك، وايه الهدف من اللي هي بتعمله، ونصحح لكم جزئيه بسيطه عن الناس اللي بتعمل تيك توك وعن المجال نفسه، لان كل الناس واخده فكره مش كويسه عن التيك توك وعن الناس اللي بتعمل تيك توك. فيلا بينا نشوف التقرير ونشوف سهيل احمد بتقدم ايه وايه اللي هي بتقدمه على التيك توك. يلا بينا نشوف التقرير. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم، وكنا بنشوف تقارير مبسطة عن ضيوف حلقتنا النهاردة، وكان آخر تقرير لسهيلة أحمد الشهيرة بسولي. طبعا شفنا فيديوهات تيك توك واشكي لمين واحكي لمين وكانت فيديوهات كوميدية جدا، وبعد كده شفنا ان هي فيديو ميك اب، بعد كده فيديو جيم، بعد كده صور ليها سيشنات. طب احنا عايزين نتناقش في كل ده ونعرف كل ده، بس قبل ما اروح لسولي هروح للضيف الاول اليوتيوبر ستور نادر الكوميلي هنتكلم معاه. ازيك يا نادر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ زي الفل. ايه رايك في الفيديوهات اللي جمعناها عنك؟ لا جميله، بتفكرني بذكريات حلوه وذكريات. يعتبر من اوائل الفيديوهات اللي انت عملتها. يعتبر من اول الفيديوهات، يعتبر لا في فيديوهات قبل كده طبعا بكتير، بس يعني دي من الفيديوهات اللي بدات انجح فيها الحمد لله، اللي هي المحببه الى قلبك اكتر ومن وجهه نظر الناس برضو انها عجبتهم وكده يعني. تمام. مين نادر الكوميلي؟ لا ده يعني السؤال ده صعب شويه يعني، في حاجات كتير انا واجهتها في حياتي وكده. فان انا عايز اوصل بقى مين نادر الكوميلي قبل الحاجات دي، مين نادر الكوميلي بعد الحاجات دي؟ لا ده في اختلاف كبير طبعا، ده محتاجين يومين. في كل حلقه بقول احنا بنجيب شخصيات من ولا شيء، مش قصدي ان انا بتريع عليهم، أيوة ولا شيء الى كل شيء. صح. هو كان شخصيه عايشه بلا هدف، بيصحى يروح جامعته يروح مدرسته يرجع ينزل النادي الجو ده كله. صح. ودلوقتي بقى واحد عنده مسؤوليه ان في ناس بتتابعه، في ناس مطلوبه منه، هو مرايه اللي بتظهر اللي الناس عايزاه. أيوة. عايز اعرف مين نادر وبيدرس ايه وعنده كام سنه؟ مستوى الحاجه، انا اسمي نادر نبيل سيد الكوميلي. تمام. عندي 22 سنه مواليد 97. السن ده الحقيقي؟ ده لا لا ده الحقيقي. بس انتوا على السوشيال ميديا ما تحبوش تقولوا لا 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 خش في مواقع، مواقع يعني معتمده وكده بتنزل كل حاجه عندي. تمام. بدرس كمبيوتر ساينس. تمام. وبس انا اصلا يعني في البدايه وكده كنتش مهتم شويه يعني، كنت مش مهتم اكتر بالكوره. تمام. يعني كنت بحب الكوره وكده، حاولت كتير بقى، لعبت في كذا نادي بدون ذكر اسامي النادي وكده، يعني لعبت في انديه كتير، بس يعني كوره زي ما بيقولوا كده اهم حاجه الواسطه عشان توصل. تمام. في الطبيعي بقى وكده يعني مثلا يعني كنتش اكمل تعليمي اصلا يعني. جيت مش عايز تكمل تعليم؟ لا مش ما كنتش مش عايز، وكنت بقول اكمل تعليم استفاد ايه ولا اعمل ايه. تمام. كان في يعني سنه احباط من الناحيه التعليميه. يعني قلت يعني جبت واحد في الفيزياء في سنه اولى ثانوي. واحد؟ والله. فضايح بتطلع يا جماعه على الهواء، خدوها سكرينات بقى ونزلوها النادر على الانستجرام. كمل يا نادر. جبت واحد في الفيزياء والله، اتعقدت من ثانوي عام. تمام. قلت بس لازم ايه اغير المدرسه بتاعتي. بس مش معنى كده يا جماعه ان الفانز بتوع نادر يجيبوا واحد في الفيزياء، تسمعوا كلامه في كل حاجه بس الا الناحيه التعليميه، لان هم في الناحيه التعليميه في الاول كانوا ضايعين خالص يعني، فعشان خاطر الفانز بس ما يسمعوش الكلام ده. لا يعني احنا في الاول كنا فاشلين، انما يا جماعه لازم تذاكروا وتهتموا، ما ينفعش واحد في الفيزياء دي خالص تسقطوا. تمام. بس اهم حاجه ان احنا ايه
يعني الفكره بقى ان انا يعني كنت احبطت وكده، قلت ان انا مش هكمل، كنت بشتغل بقى اي حاجه عشان اجيب اي مصاريف. جميل. ماشي. بعد كده بقى جيت والله بالصدفه كده، قلت ان انا ايه، انا بحب التصوير برضو على قد ان انا كده، بس بحب التصوير. تمام. قلت ان انا ايه، يعني انا مهتم بالكوره وفي نفس الوقت بشغلي، وفي نفس الوقت قلت اصور. تمام. جيت وانا في الجامعه والله بالصدفه كده، قلت اظبط فكره فيديو وظبطت الدنيا وبتاع، ورحت منزل فيديو على السوشيال ميديا. تمام. بقى عملت فيسبوك الاول كان صفر، عملته كده ورحت منزل الفيديو ده عليه، خدت راي الناس صحابي اولا. طبعا في ناس صحابي كتير قالوا يا ابني ده هتستفيد ايه، طب انت تعمل فيديوهات يعني مالهاش اي لازمه. اهلي في البيت برضه قالوا لي نفس الكلام ده، هتستفيد كله ايه. بيدوس عليك وخلاص، انت ايه اللي انت عامله ده وملوش اي 30 بالظبط. لازمه. ده في يعني اول فيديو انت عملته. في البدايه اول ما قلت اعمل فيديوهات اصلا، جميل. يعني هتستفيد ايه من اللي انت بتعمله ده، شوف لك شغل مش عارف ايه. انا كده كده كنت شغال يعني. تمام. تمام. فقلت لا انا هعمل الفيديو برضو ايه، لو واحد بس قال لي ان الفيديو ده حلو هنزله. جميل جدا. فربنا كرمني واحد قال لي ايه حلو الفيديو ده، بس طلع بيضحك عليا يعني في الاخر. نزلت الفيديو على بس انت السوشيال خدت ميديا. كلمته ونزلت الفيديو على السوشيال ميديا. انا كنت شبطان في اي كلمه. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، اي حد بيكون حاطط حاجه في دماغه بيعملها. يعني انت طالما في دماغك تمام. حاجه تعملها تعملها، حتى لو خلاص. الناس كلها بتقول لك لا. تمام. بعد كده قلت ايه، قلت خلاص انا هنزله على السوشيال ميديا. نزلته يعني بص اشوفه كده، بعته لاصحابي، في ناس كتير يعملوا سين ما يردوش عليا، يعملوا شير وكده لايكات ما حدش بيرد. قلت اعمل اخش على الجروبات وافضل ابعت فيها نفس الكلام بقى. هنجح يعني هنجح، اه انا هفضل اعمل شير للفيديو بالظبط لحد ما انجح والفيديو يتشاف. بالظبط والله. تمام. آه الفيديو ده في الاخر جاب 100 مشاهده تقريبا في البدايه. طبعا 100 مشاهده دي بالنسبه لي حلو، يعني انا لسه ما حدش يعرفني اصلا. عملت فيديو بعد اول فيديو ده عملته كان فيديو هادف، تمام. كنت سارقه بصراحه من ناس اجانب. طيب هرجع لك تاني ونشوف موضوع السرقه ده، بس هنتقل لاحمد يونس، يوتيوبر وصانع محتوى كوميدي. وانا من وجهه نظري انا بشوف ان الناس بتنتقدك كتير جدا على السوشيال ميديا، وبيقولوا ان اللي انت بتعمله ده، انا اسف اللفظ، هلس او حاجه ملهاش اي معنى. انا من وجهه نظري كعمر لما اتفرجت عليك على الفيديوهات، انا بقول لك بكل صراحه، انا في الاول ما كنتش بستلطف اللي انت بتعمله. انا كعمر كوجهه نظري واحد بيشوف اللي انت بتعمله، انا ما كنتش مستلطف اللي انت بتعمله، لان انا قبل ما بجيب ضيف معايا في الحلقه انا بدرس المحتوى بتاعه جامد. تمام. لكن بعد ما شفت وفهمت الفكره، بما ان انا واحد مذيع فبطلع بشوف فيديوهات وصلت الفكره اللي انت عايز تقدمها. عايزك في الاول تقول لي مين هو احمد يونس، وسمعت كده ان انت بتدرس هندسه باين. ف ايوه صحيح. كوميديا مع هندسه صعب، المفروض ان انت واحد دحيح نضاره قعر كوبايه زي اللي انا سايبها بره في الكنترول دي. تمام. والمفروض ان انت مالكش غير في الدراسه. عايز اعرف مين احمد يونس، وايه الهدف او الفكره اللي انت عايز توصلها من خلال فيديوهاتك. هنقول زي ما بيقول الناس اللي بتنتقدك، الفيديوهات الهلس او التافهه اللي ملهاش اي لازمه، ايه الهدف من الفكره اللي انت بتعملها في الفيديوهات دي؟ الفكره من الفيديوهات دي ان انا بحب اطلع اعبر عن تمام. حاجه في دماغي مثلا. جميل. لو في مثلا موضوع مثلا الناس كلها بتتكلم عليه اطلع اتكلم، لو في موضوع مثلا مش واضح للناس اطلع اوضحه. يعني انا مش محتوى معتمد على حاجه واحده بس. جميل. يعني انت اللي انت عايز تقوله او اللي انت واصل يا جماعه، هو اللي عايز يقوله بمعنى صح، نادر نبيل مثلا عامل فيديو بيتكلم فيه في حاجه بحاجه فورمال قوي، احمد يونس بياخده بطريقه مبسطه وبطريقه كوميديه عشان يوصله للناس، مش ده اللي انت قصدك تقوله؟ بالظبط. لو في حاجه غلط مثلا اتشهرت او طلعت والموضوع كل الناس بتتكلم فيه وهو اصلا موضوع غلط، فممكن اطلع اتكلم عن الموضوع ده وابين للناس الحقيقه. جميل جدا. انت بتدرس هندسه؟ اه. سنه كام؟ اخر سنه. طب ازاي؟ انا عايز افهمها. انت واحد يوتيوبر بتعمل فيديوهات، هندسه دي عايزه واحد دحيح ملوش في الجو بتاعنا ده خالص ولا جو الميديا. والله هو بفضل ربنا انا عرفت اوزن بين الدراسه وبين الهوايه اللي انا بحب اعملها. ده كلام فورمال بقى. كان في واحد قبله بيقول انا جايب واحد في الفيزياء والجو ده، ان شاء الله احنا بنجيب لكم حاجات مختلفه في الحلقه. انا بجد يعني واحد كان جايب واحد في الفيزياء واحد بقى مهندس. يا باشا بس في الاخر بقى ايه؟ برضه في هندسه برضه. اهم حاجه ان انا دلوقتي في هندسه اخر سنه برضه. جاب واحد في الفيزياء وبعد كده بقى في هندسه. اه يا بس اهم حاجه بتعملوها ازاي بعد الهوا. تمام. تمام. طيب عايز اعرف يا احمد يا يونس، تمام، ايه بقى الفيديوهات اللي انت بتعملها في التيك توك؟ ايه هدفها؟ التيك توك؟ اه. التيك توك ملهاش هدف الصراحه، يعني التيك توك ده جميل جدا، عجبني ردك بما ان انت واحد من الناس اللي بتعمل تيك توك. تمام، اتفضل كمل. التيك توك انا واخده اللي هو تضييع وقت. تمام. الصراحه. جميل جدا. انا في الاساس اللي بهتم فيه وبجهز ليه وكده اليوتيوب. محتوى كوميدي. كوميدي احيانا مثلا فيديوهات هادفه. تمام. برضه عملت فيديو مع نادر قبل كده هادف. تمام. ويعني مش حاجة معينة بس بعتمد عليها.
يعني نتفق في بدايه الحلقه مع ضيفي الاولاني احمد يونس ان التيك توك هو مجال فاني هم بيحبوا يعملوه، تتفق معايا؟ وبنتكلم في ده دايما. طيب هل انت شايف ان الانتقادات المهوله اللي بتيجي عليك على السوشيال ميديا، انت 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 وطبعا مش هنقول اللي بيتقال، هل انت شايف ده بيأثر عليك ولا انت مش مركز دي خالص ومركز في اللي انت بتعمله؟ هو طبعا لو الانتقادات دي بتأثر كان زماني ما وصلتش اصلا ان انا اقعد هنا دلوقتي. تمام، جميل جدا، عجباني ردوده يا جماعه استراتيجيه جدا، حاسس ان انا قاعد قدام سفير استراتيجي او خبير استراتيجي كده مش عارف ليه، مع ان فيديوهاته بيبقى كوميدي جدا. طيب سيبك دلوقتي وارجع لك تاني انت ونادر، نخش بقى على الموديل ميك اب وعلى الممثله الصاعده وعلى نجمه التيك توك وعلى حاجات كتير جدا. اخبارك ايه يا سولي؟ كله تمام. عامله ايه النهارده؟ هنسيب بقى سؤالي خالص ونتكلم في سولي. تمام احسن برضه. تمام. نكمل الكلام اللي كان بيقوله احمد، بس قبل ما نكمل الكلام اللي كان بيقوله احمد عايز اعرف مين سولي، وهل هو اصلا كانت عايزه في الاول تمثل وتبقى على السوشيال ميديا ولا كانت عايزه تبقى مضيفه طيران حاجه كده؟ تمام. وبتدرس ايه وعندها كام سنه؟ تمام. انا اصلا يعني كنت نفسي جدا ابقى مضيفه طيران و... تمام. موضوع التمثيل والتيك توك ده اصلا ما كنتش مرتبه له. جميل جدا. زي ما يونس قال ان التيك توك ده حاجه فاني احنا بنحب نعملها و... والناس حبتنا ولقينا فجاه اتشهرنا من غير ما كناش مرتبين يعني. تمام. بس ف كملنا بقى فيها. و انت بتدرسي ايه؟ عايزه افاجئ الساده المشاهدين واعرفهم سنها واعرفهم هي بتدرس ايه. تمام. انا اقول لا ولا تقولي انت؟ لا قولي انت، خليك انت اللي تحرقي المفاجاه. ما بلاش. لا لا احرقي المفاجاه. مش يا جماعه مش كبيره قوي والله، صغيره. تمام. عندي 18 سنه، مواليد 2001، بدرس كليه سياحه لسه اولى. عجزنا يا عم نادر، عندها 18 سنه وعملت الحاجات دي كلها. احنا عجزنا خلاص. انا خلاص مكان. انا اللي قدي اصلا عجزوا، اللي قدي متجوزين ومخلفوا. طيب سولي بقى، اول فيديو عملته تيك توك، انا عارف ان انت اتشتمتي ويا بنتي الهبل اللي انت بتعمليه ده من اصحابك بقى وفي الاول والجو ده اللي كان بيحصل، ومن اهلي طبعا ما كانوش حابين. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما كانوش حابين نهائي، وايه ده ازاي تعملي كده بس انا ابتديت اطور فيه يعني. مش بعمل ايه. اول فكره فيديو تيك توك عملتيه؟ الاول كنت بعمل اغاني زي اي حد بيطلع يعمل اغاني ويرقص والكلام ده، فاني. تمام. بس بعد كده حبيت الموضوع وحبيت اطوره. قبل ما حد يعمل مواقف وكده كنت شغاله مع تومي ومودي وبابا تومي طبعا. تمام. كنا بنعمل بقى مواقف كوميديه كتير ومواقف هادفه ومواقف واقعيه وكده، وبس ابتدينا بقى نطور من التيك توك. تمام. وصلت لكام فولو على الانستجرام؟ كام فولو على التيك توك؟ 130 كي انستجرام و220 تقريبا تيك توك. وحوش يا جماعه والله، انا لسه 13000 والله العظيم، لسه بشحب على السوشيال ميديا لسه. وفي واحد عنده على اليوتيوب 700 وحاجه مشترك سبسكرايب. عندك كام يا كلنا ابتدينا من الصفر. طب على فكره انتوا مش هتطلعوا من الحلقه غير لما اوصل 20 كي. تمام، مش خاطر يبقى متفقين. تمام. بصوا يا جماعه هم بيلعبوا في اولوفات وانا لسه 13 كي على شايف انا ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ازاي هم زي هم بيعملوا فيديوهات على بس. خلاص يعني ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. طيب رجعت لك تاني يا نادر، انت وصلت اليوتيوب ان شاء الله 700000 مشترك. 720 مش بقول لكم بيعايروني على الهوا والله. 720 يعني انت اصلا ما كملتش ال 20 اللي فوق ال 700. طيب هل انت شايف ان العدد ده مناسب؟ وهل شايف ان العدد ده هو اللي عمل نادر الكوميلي؟ والله يا عامة يعني لو فرد واحد بيتابعني وكده يعني ده بالنسبه لي حاجه كبيره، وده بيديني سبورت بيخليني اكمل في اللي انا فيه اكيد. يعني انا لو ما لقيتش كان في عدد او كده اكيد ما كنتش هكمل، يعني كنت هقول للناس مش حابين ده. بس ده مش معنى ان يعني لما الاقي حد بينتقد او بيتكلم وكده ان انا بطل، لا مش كده. بس طالما في يعني كده كده الناس بتختلف على الراي، يعني في ناس بتحب حاجه وناس لا، وممكن تكون الحاجه دي حلوه عادي. فالفكره ان انت لما تلاقي حد حابب اللي انت بتعمله يعني ده يختلف عن البدايه. يعني البدايه كان كله بيقول لي لا، لما نجحت كان كله بيقول لي اه. يعني حتى الناس اللي كان بتقول لي لا واللي انت بتعمله ده بقى بيشجعوني. جميل جدا. طيب قبل ما اروح لاحمد يونس عايزهم في الكنترول يحضروا لي مفاجاه او مكالمه لسولي، فيا ريت نحضرها في الكنترول وتبلغوني بيها. احمد يونس وصلت لعدد كويس من الناس اللي بتحب الكوميديا،
او هنقول بمعنى اصح زي ما الناس بتقول الناس اللي بتحب التفاهه، واحنا بنحب التفاهه، ما عندناش اي مشكله جدا. انا بحب اتكلم بصراحه وما بحبش ازوق الكلام، تمام؟ بس يا نادر، بس خلينا نكمل الحلقه يا نادر، مش هتنكشني هنا وبره الحلقه، خلينا نكمل الحلقه. طيب احمد يونس شايف ان هو ماشي في طريق كويس وهيوصل لحاجه، ولا هو خلاص بيعمل فيديوهات وخلاص؟ لا طبعا، يعني انا شايف ان انا ممكن الفيديوهات دي تتطور بعدين لحاجه اكبر من كده، فاهمني؟ يعني انا اصلا حابب امثل. ناوي تدخل مجال التمثيل؟ حابب التمثيل، دراما، سينما، افلام قصيره، الحاجات دي. انا كنت حابب اصلا الموضوع ده من زمان، بس هي الفكره ان انا لقيته انه واسطه اكتر، محتاج واسطه عشان توصل. جميل. فقلت ان انا اعمل فيديوهات وكده، حاجه تانية بحبها، تمام، وبنفسي اوصل. تمام يعني. نادر هرجع لك والله يا نادر، يا جماعه والله العظيم مش عارف اقول منه كلمتين على هرجع لك والله كل اللي انت عايزه هتقوله. طيب سولي، عرفنا ان انت بتنزلي سيشنات تصوير وسيشنات ميك اب، بدات ان انت تروحي ورش او تدريبات للتمثيل، سواء رعب سواء افلام قصيره ايا كان. ايوه تمام. عايزك تحكي لي تجربتك في مجال السيشنات وفي مجال الميك اب ومجال الموديل والكلام ده كله. تمام. انا بدات اصلا بالسيشنات. تمام. كان الفوتوغرافر كلموني، كنت لسه بقى بدأ الفولورز يكتروا. تمام. كنت بتصور صور عاديه كمان، ما كنتش تمام. بدأت فيديوز. طيب قبل ما تكملي كلامك قولي كده الو، بصي للكاميرا بتاعتك كده قولي الو. الو، صباح الخير. الو، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي. بخير. هو انا حاسس ان انا بقيت برنامج نونا المأذونه، كل حلقه لازم اكلم يا والده الضيفه يا حماه الضيفه، مش عارف في ايه بصراحه، بس طبعا الامهات طبعا فوق راسنا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، احنا بنحبك قوي يا استاذ عمر. ربنا يخليك. الحمد لله لقيت فولورز ليا على الهوا كده. طيب معانا طبعا سولي، انا ما بقولش ان انت حماتها، لكن انا بقول ان هي بنتك طبعا، ومعانا الاستاذ علي خطيب سولي اللي طالع عينه معانا في الكنترول. حبيبي. طيب تحبي تقولي ايه؟ بص ما بيتبعيش خالص والله، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. يا رب. طيب هل انت شايفه كأم لما علي راح، انا هتكلم من الناحيه الاسريه او من الناحيه بقى العادات والتقاليد، لما علي كان رايح يتقدم لسهيله وجا بيقول لك يا ماما انا هروح اتقدم لبنت فلانه الفلانيه بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا وفيديوهات تيك توك، هل انت كنت شايفه لا اللي هو رفض نهائي ولا وايه اللي انت هتعمله الجو ده، ولا هل انت تقبلتي الموضوع طالما في حدود وطالما ده شغل؟ عايز اعرف من حضرتك التجربه تمت ازاي. لا هو طبعا الاول كان في كلام ومجادله وكده ويا ابني فكر والكلام ده، زي اي ماشي. ام طبعا بتحب لابنها ان تبقى شريكه حياته، جميل جدا يعني كويسه، بس هي حاجه مش وحشه اللي هي اللي هم بيعملوه، هم بيعملوا حاجات يعني اللي بيها ايه مستحيل لها، جميل حاجات جدا. بيحبوها حاجات يعني مش قادره اقول لك يعني ده اللي احنا بنقوله ان هم بيعملوا حاجه هم حابينها. حابينها ايوه بالظبط. الله ينور عليكي. ما طيب. نقدرش بقى نتكلم في اي حاجه، اي يعني نحبتهم او نضايقهم، وربنا يا ريت كل الامهات يكونوا زي حضرتك. احمد يونس ونادر قاعدين بيعيطوا عني في الهواء هنا، عارف ايه؟ ربنا يوفقهم جميعا يعني يا رب. طيب سولي، تحبي تقولي ايه لماما قبل ما نقفل المكالمه؟ احب اقول لها بحبها جدا وبعتبرها مامتي. طب بصي لها في الكاميرا كده ووجهي لها كلمه وقولي لها اي حاجه. بحبك جدا وربنا يخليك ليا وما احرمنيش منك ابدا، وتفضلي في ظهري كده وورايا على طول. الكلام ده هيفضل لحد بعد الجواز ولا في الخطوبه بس؟ لحد اخر العمر. لحد اخر العمر، خلاص يبقى احنا كده متفقين، تمام؟ ربنا يسعدك. كنا مبسوطين جدا بالمكالمه بتاع حضرتك النهارده، وشرفتينا على الهوا بمكالمتك. طيب في مفاجاه تاني عايزه اشوفها اقدمها لك. ايه يا عمر؟ ده خطيبك اللي يعني يعتبر هو بيقدمها لك على الهوا. أنا مش بقول لك يا نادر إن البرنامج بتاعنا هيقلب نونا المأذونة. طب يلا نشوف الفيديو بتاع علي. والله يا جماعة أنا قاعد بتحسر في الاستوديو، يعني ليه هما مخطوبين وخطيبها كان بيقدم لها فيديو على هوا؟ إيه رأيك في المفاجأة؟ مفاجأتين هنا. طبعا نادر وأحمد يونس قاعدين فقرا، مفيش أي مفاجأة ليكم على هوا نهائي، تمام؟ أنتوا مش موجودين معانا. تمام؟ للأسف وصلنا لنهاية فقرتنا،
تمام. بس قبل ما نوصل لنهايه فقرتنا طبعا انتوا كنتوا يعني احلى فقره انا حبيتها واحلى حلقه انا حبيتها، دمكم خفيف واحمد يونس طول الفقره بيعدل في القميص بتاعه وهو عمال يضحكني. فيلا يا احمد يونس ابدا بيك، كلمه للفانز بتوعك، للناس اللي بتتابعك وبتحب التفاهه بتاعتك زي ما بقول، ولاهلك. هم طبعا اخواتي الصغيرين، هم تمام. مش فانز، احب اقول لهم انه بيكو انا بوصل لاعلى جميل جدا، اعلى الاماكن جميل جدا. وحابب اشكر اهلي اللي وقفتهم في ظهري تمام. نادر، والله بص اول حاجه هم مش فانز فعلا، هم اخواتي وبجد يعني انا من غيركم ماليش اي لازمه يعني. جميل جدا بالظبط. تمام. واهلي طبعا يعني هم يعني بابايا اكتر او اكتر حد بيقف في ظهري يعني ومعايا في كل حاجه. شكرا. يلا سهيلة او سولي. مبدئيا كده بس عايزه اشكر علي حبيبي وخطيبي وكل حياتي. الله، هو اللي واقف جنبي. حاجات جميله جدا بتتقال هنا في الهوا يا جماعه. هو اللي مشجعني يعني، هو اللي معايا على طول. تمام. والفانز واهلك؟ اه اهلي طبعا بشكرهم وبحبهم جدا. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده ونهايه السيزون الاول من برنامج شباب نقدر، كان معايا ضيوف زي العسل جدا جدا ودمهم خفيف. وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، اعزائي المشاهدين كنت مبسوط معاكم في الاربع حلقات اللي فاتوا، والقاكم في سيزون جديد ان شاء الله من برنامج شباب نقدر. كان معاكم عمر ادم، مع الف سلامه.